أوكرانيا تنتقد دعوة النمسا للتفكير بما بعد الصراع مع روسيا. للمرة الأولى بتاريخ النمسا الحديث ديون جديدة تصل ل 74 مليار يورو. ربع النساء في النمسا تعرضن للعنف من شركائهم. ارتفاع الإيجارات ل 800 ألف منزل خلال أشهر. ولاعبو بايرن ميونخ يختبرون سياراتهم فوق جليد مرتفعات تيرول. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. دعا وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ الاتحاد الأوروبي تفادي خطأ حظر إصدار التأشيرات للروس على خلفية النزاع في أوكرانيا. وقال الوزير في باريس: علينا ألا نخطئ بحظر إصدار التأشيرات لملايين من الروس. وأضاف أنه يجب التفكير في مستقبل العلاقات مع روسيا، مشيرا إلى أنه من شأن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن تلعب دورها في هذه المسألة، حيث يوجد فيها دبلوماسيون روس حتى الآن. وانتقدت الخارجية الأوكرانية دعوات الحوار مع روسيا واحترام تاريخنا وثقافتنا، لأن هذا الحوار يعزز شعور الإفلات من العقاب. وصل الدين العام في النمسا إلى 270 مليار يورو حسب البنك المركزي النمساوي، وذلك مع استمرار الأزمات المتلاحقة. وقال الخبير الاقتصادي ماركوس ستيكس: في عام 2023 سيرتفع المبلغ الذي يتعين على النمسا إنفاقه على الفائدة لأول مرة منذ عام 2012. وأشار إلى أنه بسبب الاضطرابات في الأسواق المالية ضعف الطلب مؤخرا على السندات الحكومية، وتوقع البنك ديونا إضافية على النمسا تزيد عن 47 مليار يورو هذا العام، وهذه أعلى قيمة بتاريخ النمسا الحديث. أعلنت هيئة الأحصاء النمساوية أن 16.4% من النساء يتعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي من شركائهن. وحسب دراسة رسمية تابعة للهيئة، أظهرت أن في عام 2011 أن 21% تضرروا من العنف الجنسي، و 26% تعرضن للتحرش الجنسي في العمل، و 7% تأثرن بالعنف الجنسي بما في ذلك الاغتصاب في مرحلة الطفولة، وحوالي 2% كانوا ضحايا للاغتصاب. ترتفع الإيجارة في النمسا بنسبة 8.6% بسبب التضخم لما يصل ل 780 ألف منزل في النمسا اعتبارا من أبريل المقبل. وأوضحت نقابة العمال أن القرار يشمل المباني القديمة التي يتم بناؤها قبل عام 1945، حيث يخضع القرار أي مستأجر لتلك المباني بعد مارس 1994. يذكر أنه عادة ما يتم تعديل الإيجارات لمراعاة التضخم كل عامين، لكن في عام 2020 علقت الحكومة هذه الإجراءات بسبب كورونا. أمضى لاعبو نادي بايرن ميونخ الألماني الاثنين وقتهم بمرتفعات تيرول الجبلية في النمسا، حيث مارسوا قيادة السيارات فوق الجليد. وحسب موقع يورو نيوز، قال اللاعب جمال موسى: نحن نمرح هنا وهذا يجمع أعضاء الفريق معا. وأوضح المدربون المحترفون لنجوم كرة القدم طرق قيادة السيارات بثقة أكبر من خلال تحكم اللاعبين في سياراتهم بكل أمان حتى فوق الجليد. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. أمسية سعيدة وإلى اللقاء.